التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برئيس وزراء الهند، كما عقد ولي العهد ورئيس وزراء الهند جلسة مباحثات رسمية، وتطرقا إلى مجمل العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها في شتى المجالات. شكرا الرئيس على الترحيب الحار لي والوفد السعودي في الهند. الهند بلد صديق، علاقات تاريخية وطويلة جدا بين العرب والهند وبين أيضا الدولة السعودية والهند، وهي علاقات مفيدة لكل البلدين. لم يكن هناك خلاف أساسا طول تاريخ هذه العلاقة، بل كان هناك تعاون لبناء مستقبل شعوبنا وخلق الفرص، واليوم نعمل على الفرص القادمة في المستقبل. يوجد الكثير من الأجندة التي نعمل عليها، نعمل من خلال مجلس الشراكة الاستراتيجي السعودي الهندي أن نحقق هذه المستهدفات في كافة القطاعات، وهي واعدة للغاية. كما أهنئ دولتكم على الإنجاز العظيم بإدارة ملف قمة العشرين والمبادرات التي خرجت منها، من ضمنها الممر الرق بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا، الذي طلب منا العمل الدؤوب لتحقيقه وتحويله على أرض الواقع. الجالية الهندية كان لها دور كبير جدا في النمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية، وهي اليوم ما يقارب 7% من التعداد السكاني في المملكة العربية السعودية، ونعتبرهم جزء منا في المملكة العربية السعودية، نراعيهم كما نراعي المواطنون السعوديون. نأمل من خلال هذا المجلس أن نحقق تطلعات شعوبنا ونوفق بإذن الله.